بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، طبعا دي المحائن، عندنا المحائن الصيني اللي هي الفيليبس الصيني، وعندنا الفيليبس الأصلي، وعندنا المحائن الأسترالي تاني. محمد انت بتعمل ايه كده؟ دي محائن طالعة شحن، بعمل عليها تشيك عشان اشوف المحقن شغال وقطع الغيار بتاعته موجودة فيه ولا لا قبل ما اشيل. يعني احنا دلوقتي اي محقن بيجي لنا بيطلع شحن لازم نعمل عليه ايه؟ تشيك، نشوف الحاجة شيك بتاعته موجودة ولا يعني لا. ده المحقن بيبقى فيه اربع كياس قطع غيار والابرة ديت اهي، وليه والخرطوم. انت اي محل هتطلعه، اي منتج، بتعمل اي تشيك تشوفه شغال مش شغال، حاجته مظبوطه مش مظبوطه. ده المحل اللي هو الايه اللي هو الصيني. ده طالع ايه؟ طالع شحن. المحل ده يا جماعه كويس جدا جدا، بس محتاج يعني بعد ما اخلص انضفه، وبيقعد معانا مده طويله. شركه عرب جروب.